هاي ملك. هاي شيف، كيفنا اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ نشكر الله. شوفني عنا اليوم بالاسبوع المميز للمطبخ السعودي. اليوم حنعمل ثلاث وصفات، وحده منهم يخنة سبانخ مع لحمه، حلو، وحده برياني دجاج اللي هي على الطريقه السعوديه فبكون مختلفه عن اكيد عن الطريقه الهنديه، وحنعمل مفروكه بالسميد مع اللوز. اوكي، حنبلش اول شيء بيخنة السبانخ. حناخذ بصل، هي هيدا يخنة السبانغ المعروفة بكل المطابخ العربية تقريبا؟ لا، بيختلف لانه فيها اول شيء صوص حمغة، بيستعملوا فيها صوص حمغة، فيها كمون، وبحطوا الرز بقلبه. اه مختلفة شوي. اوكي، هلا حنبلش نقلي الطبخة. يعني هيدي طبخة السبانخ مع اللحمة حصرية من السعودية ولا في مطابخ عربية بتعمل هاي الطريقة؟ ممكن يكون موجودة مطابخ، بصراحة أنا ما شفتها بغير مطابخ، يعني بتعرفي كل مرة بنعمل ريسيرش بنشوف شو في أكلات مشهورة، حبيت هالأكلة لأنه قريب كثير على مطابخ بيت الشام، حبيت أشوف إنه مش بس على طول رز ولحم، في يخانة غير مختلفة، مثل ما في صالونة بالإماراتي، أما بالبحرين المطابخ في حتى في صالونة حتى موجودة بالسعودية، وهذه يخنة من اليخانة اللي هي يخنة سبانخ مع لحمة. الفرق إنه فيها مثل ما قلنا فيها صوص بندورة حمراء، عشان هيك والرز بينحط بقلب الطبخة، يعني مثل الكبسة بس هي سبانخ 100%. فهلا بس حتكون فيها صوص هيدا، يعني يعني حيطبخ الرز بقلب الصوص، مش حتكون ناشفه مثل طلع طيبه الكبسه. هلا هون اكيد الزيت تبعنا عم يحمى اكيد، يعني مع فوائد السبانخ 100% العاليه بالحديد، حديد، الياف، فيتامينز، جميع انواع الاملاح تقريبا. اشمعنى الاطفال بحبوا ياكلوا مثلا الطبخه اللي الصوص احمر؟ ايه، مثل البندوره او الكاتشب، تذكرون البندوره والكاتشب، فيمكن هيدا التريك كثير حلو انه سبانخ مع لحم مع رز. كثير مهم ياكلوا سبانخ الاولاد، فاذا فيك تقنعي على طول الولد ياكل سبانخ يا يخانه بالاجمال كثير منيح على لصحتهم، لانه بنعرف انه اليخانه فيها تبقى فيها كل النكهات موجوده بقلبها، كله بينطبخ بقلبها، ما بتنشال يعني ما بتنشوى على النار، كله عم بضل كل هالخواص عم بتضلها بالطنجره اللي هي احسن للاطفال. هلا البصل عم يتحمر،